انا بلاقي نفسي مثلا بعد الدايت بثلاث اربع ايام انا لا يومها هي مش هستنى ثلاث اربع ايام. ايوه صحيح يعني بلاقي نفسي على طول خلاص انا فعلا مش عايزه اكمل. يعني ايه ده انا كنت ماشي حلو كنت داخله بنشاط قوي في الدايت وبقوه وخلاص قوه دي راحت. هقول لك على حاجه مش هيديكي دفعه غير اللي عنده نفس الهدف. واخده بالك؟ انا هفترض ان الناس اللي حواليا ناس كويسه مش شريره تمام، لكن كل واحد عنده همه، فانت بتحكي الموضوع دون وانا حاسه ان انت بتتكلمي في كلام فارغ. صحيح، انا واحد متخانق مع مراتي وبشوف عندي مصاريف عيال، فانا بالنسبه لي الكلام اللي انت بتقوليه هراء، ده حاجه كده كتكوته. خدت انت طاقه شكلها عامله ازاي ان انت بتضيعي وقتك في, في, في ولا حاجه؟ احبطت طبعا يعني. واحده تانية هي اساسا جوزها عمال يشتكي منها ومش طايق يبص في وشها وعمال قايل لها كلام قد كده وانت عماله تقول لها اكل هيلثي، وهي اساسا عندها ايموشنال ايتينج وتعبانه كل ما بتزعل بتاكل، وحاطه قدامها السندوتشات وعماله تاكل وتفكر في اكل امبارح في كلام امبارح اللي كان بيوجعها. فين الطاقه اللي اديتها لك؟ شوفي انا تخيلي دول ما ردوش، دول ما ردوش، هم اهملوا كلامك بس. هم حسسوكي ان اللي انت بتعمليه ولا حاجه. فان انا احكي الكلام ده على اي حاجه. طب هقول لك على حاجه، انا بحوش فلوس عشان اجيب عربيه. تعالي نروح نقول للناس نفسي في العربية النوع الفلاني وبحوش لها وحوشت كذا وبقي لي كذا. شوف اللي قدام، يا بقى احنا مش لاقيين ناكل العيال ودي عايزه تجيب عربية. ايه الطاقة اللي انا خدتها؟ واحدة تانية بدل بقى ما تحوشي فلوس عشان تجيبي عربية روحي اشتري شقة حطيها في شقة افيد لك. هي مش وحشة اهي، بس هي بتحول لك مخك من حته من الهدف اللي انت عايزاه لحته تانية خالص. حته تانية مظبوط. فحوار ان انا اتكلم في موضوع الدايت مع ناس مش مهتمين، مش الناس دي لا يفرق معاها مصلحتي ولا هم عايزين يعملوا دايت ولا يفرق معاهم. مش لازم، ما تحكيش. صحيح. حتى الكتاب المقدس قال لك ايه؟ على كل مجد غطاء. الحاجة الغالية ما سيبهاش عريانة، على كل مجد غطاء. عندك حاجة جوهرة غالية غطيها، اسكتي لغاية لما ايه ربنا يكرمك وتنجحي.